متابعي الكرام مرحبا بكم. الأستاذ حسن جابر رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء في لقاء صحفي الأسبوع الماضي قال أن الأمن القضائي أولوية وبأن من أهم التحديات اللي اعترضته بعد الالتحاق دياله بهذا المنصب هو السيد الوكيل هي مسألة السمسارة، وقال حرفيا أنه للحد من هذه الظاهرة حاولوا يعرفوا الوجوه اللي كانت كتوافد بزاف على المحكمة وكانوا كيراقبوا من خلال الكاميرات اللي عندهم في المكاتب ديالهم باش يعرفوا هاد الوجوه. أستاذ صالح التزاري الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء أكد قبل منه أن النيابة العامة شنت حملة كبيرة لمحاربة هاد الظواهر المشينة، وتمكنت النيابات العامة بالدائرة الاستئنافية بالبيضاء خلال السنة الماضية في إطار سياسة محاربة السمسارة ووفقا لبرامج التخليق اعتقال 74 متهم بالسمسارة بمحيط المحاكم. والي مدينة الدار البيضاء سيد مهيدية قال في واحد الاجتماع وقت تصاور مع المسؤولين سالة سماسرة جيراندو دريس الفرحان كيطيحوا بحال الدبان واحد من مورا الاخر، ومن مصدر موثوق اكدوا لي ان هاد الناس كيسمصروا في كل شيء بجميع المبالغ، مبالغ اللي كتبدا حتى من 5000 درهم والوسطاء ديالهم كاينين هنا المغرب، وهذا كيعني انهم ما كيزقلوا حتى شي واحد. غير هو احنا في اطار تتبعنا لهذا الملف اكتشفنا ان هاد الرباعي ديال السماسريه اللي كيتواصلوا معاهم من داخل البلاد كيطوروا اساليبهم بسرعه وكيعتمدوا في غالب الاحيان على جوج ديال الام، اولا متقاضين اللي باغي ملفاتهم تحل بسرعة وما عندهمش الصبر، وربما كيكونوا عندهم ملفات صغيرة سهلة ولكن كلام قهوي كيخليهم يطيحوا بين يد هاد السماسرية اللي كيوعدوهم انهم غادي يزربوا لهم المساطير وغادي يطحنوا لهم الخصوم ديالهم. ثانيا هاد المتقاضين كيشوفوا هاد السماسرية في حلة صحفيين وكيطلعوا في قنوات وفي برامج يوتيوبية وكينشروا ايضا صور وفيديوهات ديال قضاة ووكلاء مالك ونقابات عدلية في الصفحات ديالهم، يعني هاد السماسرية كيتبتوهم وكيوهموهم ان في ايديهم الشغل. والخطير ان هاد النصابة السماسرية ولاو كيستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي وحتى جرائد الكترونية باش يثقوا فيهم الضحايا ديالهم ويقنعوهم انهم الحل الذي لا غبار عليه داخل المحاكم وانهم خرجين عينيهم في كل شيء وما كاينش اللي يقدر يحاسبهم او يحبسهم. ومني كيتلاقاو بشي عصبه ما كيتفاكش اللي كيدافع حتى هو على راسو كيقلبوا على اطراف اخرين يدخلوهم في الملفات وكيدخلوا معاهم وكيجيو يحيحوا امام المحاكم ويديروا الفوضى بحيث انهم كونوا شبكه قويه صحيحه ميكروفونات صحفيه ايضا. ومني كيقول الاستاذ حسن جابر انه في الكاميرات كانوا كيشوفوا الوفيدين اللي كيبان وجوههم اكثر من مره وما عندهمش مصالح داخل المحاكم، حنا بغينا ناكدوا ليه انهم خلقوا مصالح داخل المحاكم وخلقوا ملفات دخلوا فيها هما كاطراف، والهيئة ديالهم هي يدبروا على التعويضات عن ضرر وهمي، ويعني خلقوا بهذا الشيء حتى الاطار القانوني باش يتواجدوا داخل المحاكم. واحد من هاد الناس داير اكثر من 20 مسطره ديال التشهير في المحكمه ديال عين السبان ليه ومراته واصدقاء ديالو اللي دخلوا معاه، هاد الملفات اللي كتلقى فيهم دائما نفس الموضوع ونفس الخصم وكيتناوبوا هو وصحابه كمطالبين بالحق المدني، معنيتها كيتسناو تعويضات ملف مور ملف. وتقول واش هاد المحكمة ديال عين السبع راه خدامة معاهم غير هما؟ بل أكثر من هذا، هاد الشخص في التنفيذ ديال واحد ملف ديال التعويض تحكم فيه الخصم ديالو بالسيزي على شي محلات تجارية عنده، مشى هو واحد الشخص وقالوا المكتري داك المحل أنهم موظفين بالمحكمة وشداتهم الكاميرا وجا شهد فيهم السيد أمام المحكمة بأنهم قدموا ليه راسهم على أنهم موظفين في المحكمة. توبعوا بانتحار صفة موظف ولكن للأسف توبعوا في حالة صراح، بقاوا على طول المسطرة يتناوبوا في تقديم الشهادات الطبية، مرة ما كيجيش هذا ومرة ما كيجيش الآخر، ومني القاضي بان ليه الملف جاهز وفهم أن الشهادات الطبية غير وسيلة لتأخير المحاكمة وعرقلت السير ديالها ويدفع الملف للمداولة، وعينك ما تشوف إلا النور. في الفيسبوك شفنا مرافعات ديال الدفاع ديالهم اللي
كيعلق على القرار القاضي اللي رفض الكثره ديال هاد الشهادات الطبيه من باب تحقيق العداله. طبعا هاد الشخص ومن معاه لقيناهم ايضا داخلين في واحد الملف ما عندهم حتى شي علاقه به وما عندهمش الصفه باش يدخلوا ليه. كنتكلم على الملف ديال وداديه أتلانتيك بيتش. ما هما محامين ما هما قضاة، ولكن شاءت الأقدار أنني شفتهم بعيني جالسين في واحد المقهى حدا المحكمة ديال عين السبع وكيعبؤوا في هاد الناس وكيطلبوا منهم يوجوهم كيفاش يصعدوا، يعني تيبريفيو فيهم باش يديروا الصداح للمحكمة. هاد الأشخاص اللي هما حاملين بطاقة صحفيين كيدعي وكيقولوا الناس راهم واعرين فاهمين القانون والمساطر اكثر من المحامين والقضاة، وانهم عندهم استراتيجيات قضائيه واعره شعارها كبر اللعب ونوض الفوضى وغرق الخصم ديالك وكثر من الشكايات، والا ما لقيتي عنده حتى تهمه انفبركوا عليه. الحصول ما فيه هاد الاشخاص ماشي سماسره بمعنى كيديروا الوساطه ماشي مسؤولين، لا، هاد الاشخاص سماسره بالملفات والمآسي بمفهوم النصابه، كيدخلوا على دعاوي قضائيه وكيرونوها، وسلاحهم هو التصاور ديال القضاة والوكلاء اللي ربما هاد القضاة والوكلاء ما عارفينهمش حتى كينشروا، ولكن هاد الاطراف كيستغلوهم وكيدخلوا على ملفات وكيتخلصوا وكيديروا فيديوهات كيوهموا بها الناس انهم نافذين ومحميين. وطبعا هادو هما الناس اللي كيتواصلوا مع دريس الفرحان وجيرام، واللي ديما كنت كنقول لكم راه غير حافظين والله ما فاهمين داكشي اللي كيقولوا اللي كيتوصلوا به من عند هاد السماسره. رسالتنا اليوم السيد صالح التزاري والسيد حسن جابير بالصفه ديالهم مسؤولين على القضاء وتحقيق العداله الجنائيه في جهه الدار البيضاء. هاد الناس اللي ولاو كيعتبروا ان قنواتهم على اليوتيوب محاكم، وما بقى غير انهم يطالبوا باضافه محاكمهم اليوتيوبيه في التنظيم القضائي ديال المملكه. وهذه الرساله هي ان هاد الاشخاص ورم سرطاني. وغنحيلكم غير على البرنامج الاخير اللي تتوه في اليوتيوب، برنامج فيه من التهديد والوعيد ما ينزع عنه صفة أي عمل صحفي، وكيف ما كان المهني الصحفي اللي غادي تستشروا معاه ما يمكن له إلا يضحك مني غيشوف البرنامج. برنامج ابتزازي بامتياز، والمقدم ديالو اللي كان صراحة منتي والشفقة ما فهمناش رسالته، ولكن يديرها حب المال ومرض العظمة ديال شخص يبان ليه راسو فهم القانون حسن من القضاة وحسن من الوكلاء وحسن من المحامي. هاد الناس هم ايضا وراء ملف ضحيه سهام اللي تم استغلالها جنسيا لمده طويله، وهما اللي كانوا كيوعدوها طبعا بانهم غادي يوقفوا معها في واحد الملف في المحكمه. هاد البنت اللي وضعت شكايه واللي باقيه هي والضحايا اللي معها الى اليوم عرضه للضغط والتشويش من طرف هاد النصابه. الملف باقي الى اليوم بين أيدي النيابة العامة. هاد الناس ورم سرطان وما نتحفظ عن ذكره اليوم باقي غادي نقولوه احنا ساكتين احتراما لسرية الأبحاث، ولكن رسالتنا في انتظار ان العدالة تاخذ المجرى ديالها ونعرفوا المآل ديال هاد التحقيقات بنفس منطق انه مني شي سياسي او برلماني كيكون موضوع شكايات او تهم يتم توقيفه عن ممارسة المهام ديالو داخل مؤسسات وطنية. يعني بهذا المنطق هاد الناس اليوم خاصهم ما يبقاوش يدخلوا للمحاكم، ما يبقاوش يصوروا القضاة والوكلاء، لأن هاد الصور اللي هي طبعا من حق المؤسسة القضائية في إطار استراتيجية التواصلية ديالها، ولكن هاد الناس راه كيوظفوها باش يمرروا أنهم محميين وكيرهبوا بهذيك الصور الضحايا ديالهم. هاد الناس هم الآن موضوع ملفات تحقيق بين أيديكم، والأسلم هو أنه يتم منعهم من الدخول للمحاكم، يتم منعهم من أخذ الصور من باب حماية هاد المشتكين. يمكن اللي نقول لكم وأنا غنبارك لكم هاد الشهر الكريم هو أن صدقا حنا كنتمناو أن نهاية هاد المرتزقة الظالمين، هاد المتطفلين على القضاء اللي ما خدموا لا صورة القضاء لا صورة الصحافة، هاد سماسرة المآسي اللي تخابروا مع أعداء الوطن ومرتزقة اليوتيوب خارج
خارج أرض الوطن. كنتمناو أن هاد الناس غادي تحكمهم أيادي الرحمن في هاد الشهر، وكنتمناو أن هاد الضحايا ياخذوا حقهم ويتم تحييد هاد المرتزقين.